دلوقتي مع حضراتكم في محافظة ألمانيا هنحضر أحد المنتديات الهامة جداً للقطاع الزراعي بحضور العديد من الاستشاريين الزراعيين. هنقابل خبراء في محصول العنب، في الري والتسميد، في الزراعات المحمية، في زراعة الخضر والفاكهة. كل هؤلاء حضراتكم هتقابلوهم حالاً في برنامج الجدعان. خليكم معنا. دلوقتي حضراتكم هتقابلوا مجموعة من صفوة الاستشاريين الزراعيين بيتحركوا في محافظات مصر لدعوة المزارعين لحضور منتدى أجري إكسبو 2022 أو المؤتمر الدولي لمستلزمات الزراعة اللي هيبدأ يوم 31 يناير 2022، يعني يوم الاثنين اللي جاي، لأنه فعلا حدث يستحق الزيارة. قابلناهم في المنيا وطبعا عملنا معاهم لقاءات مهمة جدا عن محصول العنب والصعب الزراعية والزراعات المحمية وزراعة الخضر والفاكهة وكيفية مواجهة التغيرات المناخية وإدارة المزارع. معلومات مهمة جدا لكل مزارع في مصر. تعالوا في البداية نقابل المهندس شريف حسن استشاري محصول العنب عشان نتعرف على الأخطاء اللي بتقلل في إنتاجية الفدان اللي بيتكلف حوالي 100,000 جنيه. النهاردة حضرتك كلمت في ندوة عن أخطاء المزارعين في زراعة العنب والأصناف اللي لازم تتزرع وفق خريطة نبقى عارفين أبعدها. أنا عايز أسمع. من ضمن الأخطاء الشائعة للمزارع بيقع فيها معادي التقليم والدرمكس، فبيختار معاد اللي هو كسر السكون. كسر السكون بالظبط كده، فبيختار معاد لكسر السكون يكون مبكر. ليه؟ لان هو اللي في دماغه ان هو يحصد العنب بتاعه بدري. حصاد العنب بدري مش مرتبط بس بموضوع كسر السكون، مرتبط بحاجة تانية اهمها ان هو يعمل العمليات الفنية في ميعادها صح. فدي النقطة المهمة جدا واللي احنا ناكدنا عليها النهارده للمزارعين، ان يا ريت بلاش نخش في قصة كسر السكون عن طريق التقليم والدرمكس المبكر. دي النقطة الاولانية. النقطة التانية ان احنا بقى المسلم بيه عندنا في مصر ان احنا بقى عندنا تغير مناخي. تغير مناخي بيخلي في تأثير سلبي على شجرة العنب، اجهاد شديد على شجرة العنب ممكن تؤثر سلبيا على حجم الحباية، على متوسط ميزان الفدان. فلابد ان انا اختار الاصناف اللي تقدر تتحمل والاصول اللي تقدر تتحمل الظروف بتاعتي هنا. فعشان كده يمكن من الاصناف المميزة في منطقة المنيا ان انا بختار التومسون، بختار الاصناف البيضة، واهرب من الاصناف الحمراء اللي ممكن تتأثر سلبيا الصبغة بتاعتها وتراكم اللون بتاعها بتأثير ارتفاع درجات الحرارة. انت حضرتك النهاردة كلمت في نقطة بتاعت الاظلال والتعتيم داخل الصوبة، يعني حاجات برضو في ناس بتاخدش بالها منها مع مزبوط. كل تقدير يعني مظبوط مظبوط، تفاصيل بسيطة جدا بتأثر على الانتاج. هي دي بمنتهى البساطة جدا، هي تسمى إدارة المجموع الخضري. هو أنا بدير في الآخر إن أنا أحافظ على كم إضاءة يتخلل المجموع الخضري ومسطح الورقي عشان ينزل للعنقود عشان يساعد إن أنا أجود العنقود بتاعي. فكل ما هروح ناحية إبلي هنا وراحية المنيا إدارتي للمجموع الخضري بتكون أقل حدة من إن أنا لو بعملها ناحية طريق مصر اسكندرية الصحراوي. طريق مصر اسكندرية الصحراوي مضطر إن أنا أكون مبالغ في إدارتي للخضري في بعض الأماكن عشان أسمح بتخلل إضاءة أعلى، لكن لو عملت الكلام ده هنا بلسع العنقود، صح، بقلل المواصفات الاقتصادية بتاعته وبالتالي ما أعرفش أطلعه تصدير. وده احنا بنعملها في مراحل معينه، يعني بنبداها في مرحله التقليم، ولكن مع التغير المناخي النهارده ما اقدرش اقلل عدد البراعم على وحده الشجره، فباجلها شويه لحد ما اتاكد ان انا عندي طالع عنقود وطالع نموات خضريه بالعدد الكافي. عندي 20 سم نموات ببدا اشيل بعض النموات الخضريه اللي بيقولوا عليها سكرينج، يعني مستنزفه ما بتاخدش مش هتديني عائد، واخلي عدد محدد على الشجره. العدد المحدد ده بيكون على حسب مسافات الزراعه، فكل ما يكون عندي مسافات الزراعه 2 في 3 بسيب محدد، يعني عدد محدد يمكن في رينج ال 40 ل 50 نمو خضري. دولت بيسمحوا لي ان هم يعملوا انضاج ل 30 عنقود او 25 عنقود بشكل جيد، وحصاد مبكر، حصاد بجوده عاليه، ما فيش مشاكل سكر ولا في مشاكل لون. طيب هل اصبحنا في حاجه لزراعه اصناف جديده من العنب عشان نحافظ على صادراتنا؟ سؤال مهم هيجاوب عليه المهندس محمد احمد حلمي استشاري زراعات العنب. وخلي بال حضراتكم ده معروف ما بين المزارعين انه من الاشخاص النادرين اللي بيكلموا اشجار العنب. النهارده مصر عضو في اليوبوف، دي منظمه حمايه الاصناف النباتيه. احنا دوله محترمه نقدر نجيب اي صنف تنتجه اي شركه او اي مربي في العالم. ليه لغايه النهارده ما بنشوفش
هذه الأصناف في مصر، أصناف جديدة تحارب الإجهاد، تحارب التغيرات المناخية، تقدر تصمد وتكمل معنا مسيرة صادرات العنب. وجود الأصناف الجديدة اللي هي تحمل ملكية فكرية هتدينا ميزة قوية جدا 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 في غزو الأسواق، خاصة في ظل موضوع الساعة اللي هو موضوع التغيرات المناخية. وأعتقد أن وجود اتحادات أو شركات في الفترة القادمة هيسهل وجود العملية دي، طول ما أنا مزارع حتى لو ميديم سكيل أو مزارع وسط أو يعني شركات وكلاء للمربين برا أو جامعات بالزبط. اللي بتقدر تطلع أصناف بالظبط بالظبط بتقدر تنشر الأصناف دي، خاصة طول ما أنا بدفع حق الملكية الفكرية بتاعتها أقدر أطلع المنتج بتاعي ويبقى منتج كمان منافس. طب الأصناف دي نضمن إزاي إن السوق العالمي طالب إنتاجها؟ طول ما أنت هتدفع الحق الملكية الفكرية فهو المربي أو البريدر بيبقى عامل دعاية كافية للصنف برة، فبالتالي عن طريق البريدر بيقدر يفتح لك بعض النوافذ التسويقية في كل صنف، بداية من الأصناف المبكرة حتى الأصناف المتأخرة، ودي هتخلينا لحد كبير نهرب برة شوية مع الدول المنافسة، لأن الهند دلوقتي أصبحت منافس لينا. الهند الحل ان احنا نجيب صنف في تبكير عنهم حتى لو معاهم، اعتقد ان الكواليتي بتاعت الصنف هي اللي بتخلي الزبون او العميل يشد كمية كبيرة منه. دلوقتي تعالوا نتعرف على علم ادارة المزارع، وهنقابل المهندس عاطف عبد اللطيف استشاري ادارة المزارع المخضرم. ادارة المزارع ده مش كلمتين، ده علم كبير جدا، دخلنا هذا العلم، فهمنا عن ادارة المزارع. ادارة المزارع النهارده من العلوم الموجودة في العالم كله وبتدرس في جامعات كتيرة، وادارة المزارع النهارده هي من الحاجات القوية جدا اللي بتنجح المزرعة او ما بتنجحهاش. النهارده تكلفه فدان العنب زي ما بنقول بتتعدى ال 100,000 جنيه. طب هو يعمل ايه المزارع؟ لازم يدير الموارد بتاعته بطريقه ويقدر يرشد بطريقه احترافيه. ازاي ايه؟ اداره المزارع بتترخص في 13 نقطه، اولهم اداره عمليات الري والتسميد، لان الاسمده والمبيدات النهارده اصبحت غاليه جدا. اداره العماله النهارده من العمليات الصعبه جدا في مجال العنب، حيث تمثل من 28 لـ 32% من تكلفه العنب. لو انت ما عندكش اداره قويه في اداره العماله وتوظيف العماله وازاي تاخد منها انتاجيه، انت النهارده هتطلع اخر الموسم في خساره. فان شاء الله احنا عندنا محاضره باذن الله في معرض اجري اكسو اللي ان شاء الله في اليوم الثاني باذن الله. ده هيبقى ملتقى للاستشاريين. بالظبط ان شاء الله. التغيرات المناخيه خلتنا لازم نحترس عند زراعه الخضر والفاكهه، وننتبه الى اهميه مشروع الزراعات المحميه اللي بتنفذه الدوله في بعد نظر. تعالوا نقابل المهندس محمد كمال استشاري زراعه الخضر والفاكهه والزراعات المحميه. مفيش مزارع النهارده ما عندوش صوبه في ارضه، الدوله نفسها عملت مشروع ضخم جدا، 100,000 فدان صوب، شايفين على طريق المنيا والفيوم كم هائل من الصوب، كيف ستدار؟ الإدارة هتبقى هنا إدارة المحميات تختلف عن إدارة المكشوف. المحميات هنا بيبقى سهل السيطرة على الألفات والحشرات فيها، وإدارة الري والتسميد طبعا ده بيخش معنا في برامج المكافحة المتكاملة، لأننا احنا بنقلل التسميد، بنقلل المشاكل المرضية أو الأفات الحشرية. بنقدر نتغلب برضو على الأفات الحشرية والفطرية بالمركبات الحيوية، وده الاتجاه الدولة الحديث ان احنا نطلع منتج آمن للمستهلك المصري ومستهلك الأوروبي بدون متبقيات، وبنطلع في اوقات السوق العالمي او السوق المصري محتاج هذه الأصناف او المحاصيل. اما تديني دورة كده دورة يعني عندنا مثلا محصول زي الطماطم، الدورة الشتوي بتاعته بتبتدي مثلا من شهر زراعة شهر 8 بتخلص معنا في شهر فبراير او مارس، دورة طويلة شوية 6 أو 7 شهور. ممكن نخش بعدي بصوب خيار برضه في الفترة ديت، لان الفترة ديت بتزرع في شهر فبراير مارس. ممكن نزرع فيها فراولة المحميات، لان التغيرات المناخية النهاردة في منطقة مركز بدر تحديدا في الفراولة تلاقي الصقيع مبهدل الدنيا للأسف، وده هيأثر يعني على الانتاجية. الفراولة مش ناقصين السنة دي بالذات. بالظبط يا فندم بالظبط، زراعة المحمية هناك هتبقى هي الهدف او اللي هو المستقبل لزراعة هناك تحت انفاق او تحت هاي تايلز. طب ازاي اقدر اوصل بهذه الصوب لاقصى انتاج؟ عن طريق اولا الصنف يكون صنف منتج، عن طريق اسلوب التربيه والكثافه النباتيه الموجوده عندك، من اداره المجموع الخضري والاصناف اللي عندك الموجوده نقدر ناخد انتاجيه اعلى. الري والتسميد من اهم عوامل تقليل التكلفه في الزراعه. تعالوا نقابل المهندس خالد حسنين استشاري الري والتسميد للحاصلات الزراعيه. حضرتك استشاري في الري والتسميد،
دول أهم بندين بتصرف عليهم في الزراعة. إزاي أوفر في البندين دول؟ إزاي أدير مزرعتي في الري والتسميد بشكل سليم؟ استراتيجية الري والتسميد فيها جزئية متعلقة بالدولة بتاعتنا، ودي بنشد فيها وزارة الري في المستقبل، أن يبقى في عندنا خرائط مناخية واضحة، لأن المناخ هو المحدد الرئيسي للري. بخصوص الأرض المصرية، احنا ما عندناش مشروع قومي، او اتمنى ان يكون عندنا مشروع قومي في المستقبل القريب يحدد لنا خريطة مصر كتربة وككواليتي مية، حتى الأبار الجوفية تبقى معلومة التركيب، لان ده بيؤثر بشكل مباشر على برامج الري والتسميد. اذا كانت هناك معلومية بتحليل المية وما تحتويه من املاح، فانا اقدر اخصمها او اضيف برامج التسميد بشكل مثالي. انت بتشوف تقدير احتياجات ثم نعوض هذه الاحتياجات. التغيرات المناخية فرضت علينا مواجهات مختلفة مع أثرها على النبات لتقليل الإجهاد. تعالوا نتعرف على أحدث مركبات مواجهة الإجهاد من المهندس إبراهيم عبد اللطيف، المدير التنفيذي لشركة المزارع الدولي للمشروعات الزراعية. المركبات اللي بتقدموها للمزارع المصري وخصوصاً في المنيا معروف إنها مركبات المشاكل. احنا بنواجه ملوحة، بنواجه نيماتودة، بنواجه مشاكل بتواجه المزارعين. السنة دي في أجري إكسبو 2022 مقدمين إيه؟ من الأول فلسفة الشركة إن إحنا دايماً بنبحث أو حاولنا نقدم للسوق المركبات المتعلقة مباشرة بحل المشكلات الزراعية، سواء التغيرات المناخية، سواء الملوحة، سواء المشاكل الأمراض الفطرية أو الحشرية أو الفيروسية. بنقدم مجموعة مركبات النهاردة، في مركب بيعتمد على قصة الأعشاب البحرية في رفع الإجهاد ومقاومة الطحالب، الأعشاب البحرية السيويدز، تعتمد فكرته على إمداد النبات بالطاقة عشان يقدر يقاوم الظروف اللي موجودة. في مركب اسمه SSP، مركب أمريكي، وده بيساعد على زيادة التهوية في التربة، لأن مشاكل كومباكت الأراضي دايما الأراضي الملحية أراضي مندمجة سيئة الصرف بتسبب كتير من مشاكل الأعفان، فده مركب بيفكك إن شاء الله التربة يعني. بيفكك التربة. المركب الثالث اللي نازلين برضو بيه في السوق إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون صيحة كويسة برضو، وجود منظمات من مصادر عضوية، منظمات النمو اللي هي صيحة ولكن من مصادر عضوية غير مصنعة، فملهاش الأثر الضار أو الموجد على النبات، وليها التأثيرات الكويسة في عملية العقد والتسهيل. من أشهر الشركات الزراعية اللي بتقدم دعم فني وخاصة للمزارعين في الصعيد شركة ATS، دي بتقدم أفضل مركبات لنمو النباتات بدون إجهاد، وكمان بتقدم معاها دعم فني متميز جدا. تعالوا نقابل المهندس محمد رفاعي مدير التسويق. النهاردة بقى على الشركات الزراعية في القطاع الخاص مسؤولية الإرشاد. تمام. ده بننفذه زي من خلال ATS. انت عنوانك احنا شركة للدعم الفني. الفكرة مش مجرد ان انا اقدم مركب، ممكن يبقى عندي مركب جيد بس التوظيف بتاعه خاطئ. فاحنا منهج ATS وفلسفتها ان انا بقدم للمزارع حلول جاهزة متكاملة للمشكلة اللي عنده، عشان اوفر عليه الوقت والنفقات انه يجرب حل واثنين وثلاثة وما يجيبش معاه نتيجة. لو اتكلمنا على الجديد اللي هتقدموه في أجري إكسبو السنة دي 2022، في ظل ظروف التغيرات المناخية الموجودة دلوقتي والعقبات اللي بتقابل المزارع، فأصبح واجب علينا أن احنا نقدم له ما يقاوم به هذا الإجهاد ويخرجه لمرحلة الأمان. فاحنا اللي بنقدمه حاجة زي مركب الألجا بلس، ده مركب من مستخلصات الطحالب البحرية اللي بتساعد النبات أن يتغلب على هذا الإجهاد ويعدي بسلام للمرحلة الإنتاجية اللي بعد كده. الحاجة التانية في عندنا مركب حاجة زي الويكا بلانت والبروتا جرين، ده في ظل الصقيع والبرودة الموجودة حاليا بيأثر على تخريج براعم العنب، فإحنا بنقدم المركب ده عشان يعمل لي انتظامية في تخريج البراعم في النموات، بحيث إن أنا يبقى عندي الحصاد بتاعي منتظم والتقديم بتاعي في توقيت مثالي مناسب للنافذة التصديرية بتاعتنا في السوق الأوروبي والسوق العالمي. اللي قدام حضراتكم ده هو العمدة روماني محروس، عمدة قرية دفش في المنيا، من أشهر مزارعين العنب والخضر والفاكهة. تعالوا نقابله. المنيا مش هنقول مجرد عروس الصعيد، المنيا دي عروس القطاع الزراعي في مصر. أكيد. ناقصها إيه من وجهة نظرك وأنت مزارع كبير سواء في الأراضي القديمة أو الصحراوية؟ أولا حاجة لازم تثقف المزارع وتثقف التاجر نفسه. عشان لما المزارع يروح له هو واخد له النبات معاه واخد له الحاجة معاه، يقدر يقول له ده كذا والعلاج كذا. ودي بتيجي عن طريق المعارض والندوات، ودي بتبقى حاجة كويسة. لأن هو حضرتك لما بيشوف في المعرض بيتعرض له في الندوات عرض أو المرض، هو بيشوفه أول ما بيشوفه عنده في يرجع تاني المزرعة تشوف العرض دوا أو يشوف المرض دوا،
هيعرف هيتذكر وهيروح لتاجر المبيدات هيقول اديني كذا، يبقى عارف كده. فاحنا ثقفنا عن طريق المعارض وعن طريق الندوات وعن طريق الدعم الفني. دلوقتي عايز حضراتكم تركزوا مع الاستاذ محمد غازي رئيس شركه كايرو اكسبو المنظمه لملتقى اجري اكسبو 2022 عشان يعرفنا باحداث المنتدى. اشكرك بجد على معرض بالحجم ده، على اهتمام بالشكل ده بكل مزارع، على دعوه هؤلاء الاستشاريين العظام في القطاع الزراعي. عايز اسمع منك السنه دي اجري اكسبو هيبقى عامل ازاي؟ الدوره السابعه معادنا ان شاء الله يوم 31 اللي جاي باذن الله تعالى. بنتوجه لكل المنظومه الزراعيه، لكل من هو في المجال الزراعي بيتواجد معنا، تعال اتعلم شركاء. هو ده، تعال اتعلم، كن موجود معانا في على مدار الثلاث ايام، لان ما بنعملش معرض. احنا زي ما قلت سعادتك، احنا بنعمل حدث، بنعمل عرس زراعي. ايه زراعيين؟ هو بنتقابل فيه كلنا، بنتقابل فيه شركات العارضه مع الاستشاري مع المصدر مع المستورد مع شركات المصنعه مع شركات المصدره مع شركات المستورده مع اساتذه الجامعات مع الساده الاستشاريين اللي هم شرفونا ونورونا ودعمونا بكل قوه. فعشان كده بنقول لا، احنا بنكون حريصين كلنا على المقابله في الملتقى ده ان شاء الله باذن الله. طب استاذ محمد غازي، انا عايز اعرف من حضرتك ايه الجديد بقى في اجري اكسبو 2022؟ الجديد عشان طبعا نشجع الساده اساتذتنا والساده اللي هم المهندسين واصحاب الشركات المزارع الكبيره اللي موجودين معانا، عملنا لهم حاجة برا الصندوق، إن إحنا جايبين أكبر خمس خبرة في العالم في أهم خمس محاصيل، بالإضافة طبعاً لحاجات كتيرة وخبرة موجودين معانا ومع الشركات الموجودة. الجديد السنة دي إن إحنا جايبين 100 مستورد من أفريقيا ومن الدول العربية هيكونوا موجودين معانا في الزيارة، متواجدين معانا لعقد صفقات وتعاقدات مع الشركات العربية. الجديد السنة دي إن إحنا عاملين حاجة تانية مختلفة شوية، اللي هو عاملين تقريبا مؤتمر اتكلم فيه 30 ندوة على مدار 3 ايام. دي بتسري المعرض وبتسري المادة العلمية اللي الناس عايزة تستفاد بالحاجات دي كلها. هي الناس بتيجي عشان تحضرك. هو ده الجديد السنة دي، احنا مدخلين البنك الاهلي المصري، بنك اهلي مصر معانا في المعرض عشان اي صفقات واي تعاقدات تتم يدعم ويمول هذه الصفقات. احد الرعاة الاوائل في القطاع الزراعي طبعا، هو طبعا الراعي الماسي للمعرض، فده بيسهل. ايوه، ومن خلال برنامج سعادتك اللي هتذاع انا بوجه الدعوة لكل السادة المزارعين، اي حد عايز يكون موجود ويعقد صفقه سواء بالجرارات او المعدات او صفقه اسمده مبيدات، البنك الاهلي او انتاج حيواني او داجيني او سمكي، البنك الاهلي موجود والشركات دي موجوده عشان التمويل ده. فاذا انا بتوجه لكل الناس، اتفضلوا كونوا معانا لثلاث ايام. اي حد عايز يعقد صفقه وعايز يتم دي فيها كل تسهيل وفيها كل الحاجات دي كلها ان شاء الله باذن الله، طبقا للبرنامج سياده الرئيس اللي هو قدره البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيره. دعم المشروعات الصغيره، فان شاء الله باذن الله تكون في الحاجه دي موجوده. ميعادنا يوم الاثنين اللي جاي في فندق جرين ديزرت المعداوي في الكيلو 84 بطريق القاهره اسكندريه الصحراوي، ومنتدى اجري اكسبو السابع لكل القطاع الزراعي، 33 محاضره، خبراء من كل العالم و150 شركه مصريه في انتظاركم.